السلام عليكم. شعلوا العافية في الملاوي يا وجيبوني مازوت نحرق المدخول. زادوا في المازوت، زادوا في الطحين، زادوا في الاكسجين. الحرب العالمية الثالثة، الجرعة العاشرة. دوز النشرة الجوية، دوز. عشاق الليفر وذا اندري. بغيتي تسافر للشمال وتبحر في الداخلة وتسهر في مراكش وانت حاضر، تقيد موقع وان اكس بيت وشجع الفريق اللي كزوين واستفد 130 دولار على اول تسجيل. رابط الموقع في اول تعليق. يا الحازق تيرا صاحبي. لا صاحبي صيف صيف لا لا هذيك بلا ما تحلم بها. ما كاين غير المهرجانات. كاسكروت خبز واتاي وبس كعيبة البحر وطلق مع عشرانك الكذابة اللي قالوا لك هاد الصيف طالعين لزنزيبار. شربت هاواي فاواي والموسيقى ديال المهرجان انت وزار. تقدر تلقاهم جيب الملحون ولا البنج ولا عندك شي زهر تقدر تلقاهم جايبين ستات. هي زيارة دورية في مسارها الطبيعي، والتواصل والتنسيق ضرورة لحفظ الأمة العربية. زيارة الدولة التي يقوم بها تكتسب أهمية كبيرة تتجاوز في مضمونها ودلالاتها. والمريم حفظ الله. واو لا لا مر ناري أمي. عاود لا الموسم ديال المرازيقة نشكروه من جهة ومن جهة كلشي زين. وانت الاخ اش كتقول فهادشي؟ نشكرها من طنجة لسمارها. والحاج راك عزنتي البلاد كلشي زين. طنجة للكويرة اش من سمارة اصاحبي؟ معايا ولا غايبين؟ وانت اللي واش معانا ولا العنب طاح في الثمن؟ احنا كنشكرو من بركرير الى البوشان. والخوت راكم كتقرصوا في البلاد. دعونا معنا حسن الكوي وكنشكرو الرئيس القعبوري. كلشي زين صافي بركه. دوز لستاتي. مرحبا شربا كاين الشري في قدك واسي ستاتي. والحاج ودانو المسوس الحاج داخل في اي بي منو ستاتي حيت هو مول الارض ما يفلحها ما يزرعها كيكريها غير الزهو. يسالي المهرجان يقلبها باركين، يجي العيد كبير يقلبها رحبة ديال الحواله. الا جاتك البوله وانت وسط هذا الموسم ما تخافش، الحاج دانو المسوس فكر في كلشي. الموسم جا فوق الرمله اذن قضي غرادة صاحبي. ادخل عرق معانا سكن. ادخل عرق معانا اذن اخوان نلقى واحد الوليد سميتو رايان. رايان 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 اخو دريم. باش تكون واحد الدري سميتو رايان؟ لا ماشي خويا ولكن كنعرفو. ما يكونش هو هذا. نلقى واحد الوليد سميتو رايان. ماشي هو. دوز الولد حواد. دوز غيكون واحد الحفل اللي قصير ديال سعيد ود حواد. ثم فينا هما الشيخات. هذا هو البريك والكحل، الرمله والشمس والصابو ديال الباربي كلها تقطع.
حيدوا الصابو حيدوا. هادشي خاطر مولفين غالا الصوحة والحفاري، فين جايبينهم في جهنم فين؟ وما تهزيش بزاف راه الشباب عطشان والحرنا كي جهنم. عرفتوا شكون مولاد الفكره ديال الخناشي ديال الرمله؟ اولا الخناشي ديال الرمله بحال هادو كيكونوا في الخنادق ديال الحرب. وشكون مدوز الحرب؟ شكون مدوز لاندوشين؟ الحاج سمايكا. وناري ناري راه دانو المسوس داني. هذا هو الباراج فهمتي، كيقلبوا الماتريكول، الشاكمات، الكوفر. وفين كراين؟ عارف عارف مع الصداع ما سمعتوش الكلمات. انا نقول لكم الكلمات. ركب ركب هذا وشان في الصدر طانقه في المنخر، ايوا الهنود اللي في العوينه يا حليلي يا حليلي. نزيدكم شي سطير اخر. راني كنموت يا حليلي يا حليلي، وغمزني البوط يا حليلي يا حليلي، ومشيت زفوط ايوا ايوا. هنا الماتش، الحركه، الاحتكاك، وهنا استوديو التحليلي، الصمت، التركيز، حيت حتى حركه ما كتضيع. هنا الحياه كتبان لهم ثقيله. الشيخات كياكلوا طرف ديال الخبز والناس ما كتضيعهم في حتى شي طرف. واسمايكا هو دكو دكو دكو. العيد الكبير اللي داز خلف ضحايا، ضحايا ديال بولفير. كلشي زين، الناس كترات بولفير والقديد، وخرجات نهار العيد. يا هيا واسا هيا واسا ما اوي انيو اه والله ما فهمتك. راه ماشي تنديرها بلعاني ولا شي حاجه، راه والله ما فهمتك. الحمد لله اييه اكتسبت واحد القوه. زيد اللي هي قوه خطيره. واخا نقدر نطير. وطير دابا نيت. واعر الله يحفظك. قبيح. شكرا شكرا. فلفله وصافي وسير. تحيه عسكريه مو كابيتان. مرحبا مرحبا. لا دفل علينا دفل علينا. وطلقوني يا غيزار. تكيس على الميكرو راه غطاو. وطلقوني يلا مود دابا. وطلقوني يا غيزار. واي بطل راه ما يسمعك حتى شي واحد، راك عا بوحدك في هاد الغابات. غير انت وبريسلي في هاد الغابات. وطلقوني يا غيزار. ها انت شد الرضاعه ديالك وبرد. انا وغيزار في مكان عام عن نقطه حاجه طبيعيه عن نقطه. شكون هذا اللي كيتصل بينا وحنا خدامين؟ انا غندوي معاه صافي غتلعن جاي. واعي بالله واعي بالله. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اش حب الخاطر؟ السلعه ديالي خسات. واش شتي دابا التبريش؟ بريسلي اسفي غتهد الله يرحم لك الوالدين صافي غتهدن. كيفاش ولد امي انت؟ خضره فواكه كل غادي نصيفطها للصبر اليوم. وصيفط حنا مالنا. سميتو تا قول لي شحال ضربتي من قطيع؟ ديك ما عطاوك الصنداله مسخو. انا فلاح ما خصكوش تضيعوني. فين ضيعناك اخويا؟ الحولي ولا غاب 800 درهم. كاين ديال 800 درهم او 1000 درهم. ديال 1000 درهم حتى هو كاين. باقي ما عرفناش. لا سعاده الرئيس لا هادشي ما مزيانش. شتك فحالك كتغوت واقيلا. لا ماشي تنغوت. يلا صافي وسير خذ لك شي قهوه. يلا سير تقهوى. مشاو لي فلوس كبيره. فاش؟ في الحرت. واش غتمشي تقهوى لا؟ واه لا راه غنعيط لك عليه. السلام عليكم. باش عرفوني انني نيتي صافيه كاع ملي كنبغي نغوت هانتوما جيتو على خفله لقيتو المناظر السياحيه فهمتيني كتبين لكم المناظر السياحيه ديال بلادنا. اه نسمع لكم واحد الاوديو ديالها. اييه علاش لا؟ اللي سمع هذا الاوديو هذا وما بكاش الله ياخذ فيك الحق. كاع والله تشوقت هنا. سمعوا بكي دمعوا دمعوا دابا بكيو. وصافي وطلعنا. شوف غنقول لك زوج كلمات، غتفوت بنتي ما غتفوتهاش وغنقطع لدير امك العصب ديال رجلك وقسمت امي بالله وما تفرق بنتي راه كنعرفك اودني للطوبه. سمعتها مسكينه. نديروا شويه الموسيقى. ايمي واين هاوس. لا 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 سميتها ايمي واين هاوس. وتمزيك معايا وي ساي goodbye just by the words I'm die 100 times.
داكشي فات. ولا ولا وما تحرميناش، زيدينا شويه من الشذوذ الفني ديالك. سينا لا سينا. I say no no no. Are you gay؟ أي عجب التركيا. You should be stronger than me. You be seven head turkey frozen than me. You love me, you love me, you don't love me. Be honest, please. ألو ألو السلام عليكم. تقول النظرية أنه كاين حوالة ب 800 درهم. كاين ديال 800 درهم. صاحب النظرية سحق وفاق وهو يردو ب 1000 درهم. ديال 1000 درهم حتى هو كاين. نادوز فلوق وهو يدحض النظرية وهو يشفر حولي من كرش أمه ب 450 درهم. أهو الأصدقاء أهو نسيفة. 450 درهم قدمناها لله سبحانه وتعالى 9000 ريال. اسمع الحولي باغي يرضع، اسمع اسمع. كومون دو سيفر الشرف. هذا الرئيس اللي كيقول لك 80 فرانك يعيط، 80 فرانك راه ما تشريش لك تبيبي. حولي يا صغيره ديال داك 16000 ريال، 1000 درهم داك العام، راه دايره 36 دابا 40. ديال 1000 درهم حتى هو. واش كون تحشم 1300 فينا هي كاينه في السوق. والله حتى الدرويش ما غايعيش، امشي عيط على بيبي حسن. واش من 1300 درهم وخروفه قبيله كنساو فيها 36000 ريال وما عالفاش خاويه. شحولي ديال 20000 ديال داك العام؟ هذا العام 60000، واش بلا نمشي خطف. ما حدناش وموحال غنعيطوا الحماد. باغي نعيط في التمساح على الناس الشياط ديال بصح. كاين ديال 800 درهم. شنو هو هذا؟ اش من ماركه في المشاش هذا؟ هذا راه مش وهمونا بانه راه كاين الحولي ب 800 درهم. والحولي دابا راه داير كرونو وصايقر رونو. عطيه عطيه. هل هناك تعقيب؟ واه لا ما ديش عليه ما ديش عليه. قال لك سيدي حنا الشعب كياكل الحاولي كامل، ولكنها نظريه غلط حيت ما كناكلوش مثلا الكرون الضفار ديال الحاولي المراره الهايدوره، وخاصنا ناكلوهم او نستعملوهم. راه حاطين فلوسنا اخويا 800 درهم. كاين ديال 800 درهم. فمثلا الا بغيتي تزوج مسح وجهك بالهايدوره. علاش البنات نهار العيد كيمسحوا وجههم بالهيدور؟ كيبغيو يجيو نصيبهم يتزوجوا. الا بغيتي ترطب شعرك دير ليها المراره. المراره ديال الحوليد العيد كتحيديها تعمريها بالحرمل وكديريها في الحيط اللي فيه الشمس. ملي كتيبس كتحيديها وتحليها وداك الحرمل كديريه في شعرك مع الحنه. لا بغيتي تقطع الشراب دير ليه المصار. الا كان شي واحد كيشرب بزاف سكايري وبغيتي تحيدي له داك لونفي دو بوا كتقبطي الفم ديال المصران وكديريه في كاس، في الوسط المصران كتكبي الشراب بلا ما يشوفوا هو وكتعطيه له يشربه كيعدفوا. دير الشحمه في دارك باش تجوج. كانوا تيديروا ديك القضيه ديال الشحمه تركباك فوق دارك باش تجوج. ما كتعرفش الدوي كل لسان ديال الحولي. زعما الطفل كيتعطل في الهضره ولا يلموا له سبع لسانات سبع ديار وياكل منهم في شويه ولا يهضر نورمال. وهكذا دوالي ندخلوا في الديتاي. السلام عليكم. السلام عليكم. العربي تهدن. اليوم جبت لكم واحد قضيب ديال الحولي. رفد عندك اخويا بوشتا. كتشدوه كتحيدو منه واحد الطريف. طريف؟ ياك ما غتقول لنا نكميوه. نهار ثاني عيد ولا نهار العيد وكدردو عليه السكر سنيده وكديروه كيبس مزيان. مع السلالين العصبيه الزقرامه وديك السادير غنفولات فيهم ما يدار. اش هاد الجوع؟ هذا اللي جلب الرزق، غير البزاطم ديالهم ديما خاوين واللي ما عندهاش رزق تجرب هاد الوصفه. بلا ما نوصيكم عاوتاني ورقه ستيلو قايدو معانا. لا. أبقى أبقى. كتقطع طريف من القضيب. رفد عندك أخوي أبو عزة. هكي يكون يابس بحال هذا وكتعمريه هكا بالسنيده وكديريه في البسطام ديالك. أو كديرو مع السر فوق الجمر وكتنقي الحزقة من الصدر. وغادا تشوف فيه الرزاق اللي غيولي عندك وعمر البسطام ديالك ما غادي يخوى. دائما غيبقى فيه الفلوس والرزاق الكثير والبركه. علاش ما يديروش شي بنك ويسميوه بنك العصبه؟ يكون خاص غير بالحازقين. القضيب ديال الحولي. رفد عندك اخويا ابو شعيب. السلام عليكم البنات. السلام عليكم. انت معكس اللي معكس لها شي حاجه، معكس لها زواج، معكس لها خطبه، معكس لها اعمال، معكس لها ورقات، معكس لها كل شيء. عندها صداع في دارها، عندها صداع مع الاصدقاء ديالها، عندها صداع في العمل ديالها. باك ديال اوريفلام فهمت؟ صويبينا جيل دوش كريم شامبوان صباع الضفار. دير هادي راه مزيانه. شنو هي؟ بريوه فقاصه عصبه. القضيب ديال الحولي. رفد عندك اخويا ابو شعيب. هذا الجوه تاع القرغون راه كنجبدوه حتى هو وكنقطعوه كنقطعوه نقطعوه نقطعوه اللي نحتاجوه نبخرو بيه. وغا الزقرامات اخويا ما كاينش شي وصفه بالملج بالضلعه وغا العصبه. حتى هو ديروه مع الحلب الحيله مع ال مع داك ديروه مع داك
من هاكي جري لك شويه العصبه باش تفكري، وكثروا من الدعاء وقراوا القران، طلبوا الله وديروا هذيك الوصفه، الله سبحانه وتعالى يفتح الابواب. هاد القبول هو اللي غيخلي عليك تنفاد فحال خروف ديال عيد كبير. قبول عيد الاضحى بامتياز، جوج مكونات لا اكثر، السنيده وعين الخروف. الناس حاطه رزقه في الوصفات، عين ديال حولي، وديروا النيه وديروا النيه في الوصفه وغادي تشوفوا بعينكم مورا عيد الكبير شنو غيوقع. اش كيوقع مور العيد؟ كتعمر الدنيا بالزبال والعياضر. تاخدي العين اليمنى ديال الخروف غادي تقسموها على جوج، وكوحده تهز شي شويه حيت تقدر في دار وحده انت واختك بغيتي ديروا نفس القبول، كتحاولي انك تثق بها اما بشي سكين ولا باي حاجه. واحد المره كنا معروضين وداروا لنا اللحم ديال الراس، واحد السيد كان معنا في العراده شد العين ديال الحولي ولكن ما كلاهاش، بقى كيشرب منها على كيمص ببوشه، ودار شاف فيا وقال لي العين ديال الحوت بنينه على ديال الحولي. اش ما مزيانش والله اخويا العربي والله. لا الله يرحم والديك، ضروري انك تفرغيها من السوائل اللي فيها الداخل كاملين. عاد كملي علينا اختي زنتي. من بعد البنات كتاخذي واحد المنديل كتسدي عليها مزيان وكتهزيها معاك فين ما مشيتي، وغادي تشوفوا ان شاء الله القبول كيفاش غيكون راهي بالبنات، غير جربوا على ضمانتي. يا لا زبريش، انا اليوم جبت لكم الوصفه ديال العيد الكبير اللي جلب الحبيب. انا جبت ليهم وصفه راه ديال بكري قديمه، كتحتاجي فيها غير السليب ديالك، وني نتوما الا بغيتوا السليب ديرو، بغيتوا بيجامه طويله ديروها. الو دا خونا ابو شعيب. شعلوا العافيه في الملاوي يا وجيبوا ليه مازوت نحرق المدخول. يا هربت سلكا والجميع